أخبار الخامسة والنصف وفيها بعد لحظات. في المهدية ملف غرق البحارة والمفقودين منهم يطرح مجددا مسألتي تحسين ظروف العمل والتغطية الاجتماعية. الملتقى الجهوي للطب المدرسي والجامعي بسوسة خلايا للإصغاء والإرشاد لتأمين التوازن الصحي والنفسي للتلاميذ. وحوش الفن بمدنين مشروع فريد يمزج بين التاريخ والثقافة من أجل إبراز الإبداعات الفنية الشبابية. تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم في متابعة لملف البحارة المفقودين بالمهدية. زار رئيس الحكومة يوسف الشاهد أهالي ضحايا مركب الصيد البركة حيث أدى واجب العزاء واطلع على مجهودات البحث والتمشيط عن المفقودين الستة. وقدم الشاهد الذي كان مرفوقا بكل من وزير الشؤون الاجتماعية محمد طرابلسي والوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بالغربية، قدم مساعدات مادية لأهالي البحارة إلى جانب الدعم النفسي والمعنوي. هي زيارة تعزية لأهل البحارة ضحايا المركب المفقود بالمهدية، قام بها رئيس الحكومة يوسف الشاهد مرفوقا من الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس النواب مهدي بن غربية ووزير الشؤون الاجتماعية محمد طرابلسي. زيارة تأتي في إطار متابعة ملف هؤلاء البحارة وطرق الإحاطة النفسية والاجتماعية لعائلاتهم. كنا اليوم في زيارة للمهدية لتقديم التعزية لأهالي المفقودين، وأكدنا لهم أن الدولة ستكون إلى جانبهم. معناها حالات صعبة، حالات اجتماعية صعبة، عائلات معناها مشردة، فأكدنا لهم أن الدولة ستكون واقفة إلى جانبهم بالدعم المعنوي بالدعم المادي، بتشغيل على الأقل فرد من كل عائلة باش يواصل معناها يحفظ معناها العائلة العائلات هذوما. والدولة وكلفنا معناها السلطات الجهوية بتقديم كل ما يلزم معناها في هذه الفترة الصعبة. عائلة البحارة المتوفين منهم والمفقودين ما زالوا يعيشون على وقع هول هذه الفاجعة بكثير من اللوعة والقلق. خويتي خرج يخدم على روحه وعلى ولاد ولاده، 6 أولاد قاعدين بشهيدهم وبراقهم روحيين، قاعد يخدموا شيء يخدم شيء ما يخدمش، ورجلوس يطلع يخدم على وليداته وعلى خبزته وجاي في صندوق. وإنسان صاحب عائلة، واليوم وقت اللي طاح في البحر وغطس طلعناه كان أمس العشية، لقاوه مشدود في غزل تاع بياتها. قالت علاش؟ ما عندناش شكون يحمي، ما عندناش باش حماية باش تريبك الغارق. أنا لو هو ما ثماش تلويج، القوام كل القوام مواطنين مش شابة ومن الخمارة، القوام على الشط. وجمع الأولين طلعوا راهم حيين مش ميتين. وقت اللي طلعوا لبرا ماتوا بالبرد، المطلوب يتلوبوا البحار. البحار راهو ما عندوش حق، حقه ميت. بعد ما يخدم تقريبا عنده 30 سنة ولا فوق 30 سنة، شنو يعطيوه؟ يعطيوه 150 170 دينار شهريا. الاثنين اللي قبل المول. معناها خرج قال لي مش مشي نقعد نسرح معناها مرة 10 أيام مرة 12 يوم. انا كمل 12 يوم احنا ديما نتصلوا بيه نهار الجمعه في العشيه نتصلوا بيه وقت خويا يريح وكل شيء ما يردش علينا. حتى اللي سمعت بعد بنهارين قالوا لي راهي الفلوكه غرقت. احنا حالتنا هذاك هو اللي يخدم علي، ما عندنا حتى شيء. عندي ولدي معناها متخرج مازال ما يخدمش، وعندي ولدي الاخر عامل يوم، وبنتي باك، وبنتي صغيره الاخرى 9، عندي 5، وبنتي 9 صغيرة، وهذا يا معاق عمره 20 عام. حادثة المركب المفقود ورغم ما ترجمته من تضامن لدى التونسيين فيما بينهم، إلا أنها تعيد إلى السطح من جديد النظر في مسألة الطاعات مع مثل هذه الأزمات وطرق التوقي منها أو الحد من خسائرها. للحديث أكثر حول هذا الموضوع مباشرة مع السيد نور الدين بن عياد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري عبر الهاتف. مساء الخير. مرحبا. نعم، بداية هل في الحقيقة على برنامج؟ نعم، بداية هل من جديد حول مصير بقية البحارة المفقودين؟ أخي الكريم، البحارة المفقودين إلى حد فرد واحد، واليوم ما تمكنوش رغم التمشيط اللي قاموا به البحارة وربما الحراسة نتاع خط التواحد، ولكن هذا يشغلنا الحديث فيه. هم مفقودين ان شاء الله نطلقهم اللوعه نتاع اهاليهم ويتلقاو، وهذا في الحقيقه ما نجمو باش نتحداو ونجابوا الاخطار البحريه الا بالمقترح نتاعنا القديم. نحن كمنظمه التعاون للفلاحه والصيد البحري لما لدينا
بتركيز جهاز. نعم نعم سيد نوردين، نعم هنا نتحدث عن التجهيزات، التجهيزات بالنسبة لمراكب الصيد، كيف سيتم التعامل مع المسألة مستقبلا، خاصة أنها غالبا ما تكون سببا رئيسيا لمثل هذه الحوادث؟ أي التجهيزات تكون على المتن فأغلب مراكبنا مجهزة بالوسائل هذه، ولكن قدام الأنواع وقوة الأنواع وقت اللي تتحرك مركب ولا يقص مركب لابد باش تكون عندنا جهاز تدخل سريع، لأنه آليات اللي موجودة في وسائل عند الجيش الوطني مشكورين رغم المساعي تاعهم أو الحرس الوطني مشكورين كذلك، ولكن يبقى التأكيد على تركيز هذا الجهاز لأنه عنده آليات غير معناها موجودة في الأجهزة الأخرى، وبالتالي ينجم يتدخل حتى كان تبدأ في أنواع قوية ينجم يتدخل باش على الأقل يمنع الأرواح البشرية، وبعد في مسألة المراكب ولا مسألة الواحد هذا مطلبنا. طيب سيد نوردين، نعم أيضا مثل هذه الحوادث تحيلنا بالضرورة للحديث عن مسألة التأمين والتغطية الاجتماعية في قطاع الصيد البحري. نعم، هل من إجراءات منتظرة منكم بهذا الخصوص؟ والله يا أخي الكريم أنا هني معك في الأخبار في قسم الأخبار، ولكن مطلبنا هذا من نجم أقول لك من أكثر من 15 سنة. نعم. اللي اليوم بحارتنا حتى هذا اللي توفاوا بالنظام اللي عندنا في الضمان الاجتماعي أخي الكريم ما ينجم يمكنهم حتى بشيء، حتى منحة الدفن ما يعطوها لهم. نعم. تركينا احنا كبحارة بعملية معناها تضامنية فيما بيننا باش نلمدوا حتى معناها معلوم العزاء ومعلوم الدفن معناها البحارات كذا. اليوم تونس كتونس أنا أقول من المهازل إذا كان باش نصرفوا على موضوع هذا موضوع التركة الاجتماعية اللي اليوم الدراسات تلو الدراسات وما تماش جرأة وشجاعة باش على الأقل نستوفوا هالدراسات هذه، وكفانا على الأقل كفانا ربما استماع لبعض أحاديث السياسيين اللي ربما معناها نتخلقوا منه احنا كمنظمة نتخلقوا منه ولا ولينا ما عادش ننجموا نجاوبوا المنظورين نتاعنا ونشوفوا في حالات كما هكا. أنا اليوم وقت اللي سيد رئيس الحكومة مشكور يأذن معناها في التفريع في الدراسة هذه، إن شاء الله يكون كلام بفعل ويعاوننا على اساس ان نستوفى الدراسات ونشوف النظام الملائم لقطاع الصيد البحري حتى على الاقل نرفق في بحارتنا سواء كان المفقودين او الاموات او الاحياء منهم، راهو في اساس الحاجه الى تغطيه اجتماعيه الى تامين على حياته. نعم. مشكور السيد نور الدين بن عياد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري. في موضوع آخر، أصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن ضد 3 أشخاص من المشتبه بهم في قضية اغتيال المهندس محمد الزواري، ومن بينهم الامرأة التي تم إيقافها في هذه القضية حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، الذي أضاف أنه تم إبقاء 7 آخرين من المشتبه بهم في نفس القضية في حالة سراح، مشيرا إلى أن النيابة العمومية قد أذنت بفتح تحقيق ضد 10 أشخاص مشتبه بهم في القضية، ومبينا أن عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أسند نيابة قضائية للوحدة الوطنية لأبحاث جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني بالجرجاني لمواصلة الأبحاث. هذا ونفذ عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بتطاوين وقفة احتجاجية نددوا خلالها بالاعتداء الصهيوني الآثم على السيادة الوطنية باغتيال المهندس محمد الزواري في مدينة صفاقس، وجاءت أبرز المواقف مؤكدة على ضرورة توحيد الصفوف والتعجيل بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وقفة احتجاجية انتظمت بساحة الشعب بتطاوين دعا إليها ممثلو الأحزاب والمنظمات الوطنية وعدد من مكونات المجتمع المدني بتطاوين للمطالبة بكشف الحقيقة الكاملة حول عملية اغتيال المهندس محمد الزواري والتنديد بهذه العملية. يطالب مجلس نواب الشعب بأن يعجل بسن
قانون تجريم التطبيع، فلابد أن نتوحد صفوف كل الوطنيين وكل الأحزاب وكل المنظمات، ومع الحكومة ومع الدولة نضع اليد في اليد لنقف من أجل وطننا. بقدر احتجاجنا على الاختراق اللي صار للسيادة الوطنية، بقدر عزتنا بالشهيد هذا اللي الفارس تونس اليوم دعوة لكل الأطراف السياسيين تتوحد حول القضايا المصيرية اللي تهدد الأمن الوطني. في هذه الوقفة الاحتجاجية ألقيت عديد الكلمات ورفعت فيها شعارات متعددة اجتمعت حول التنديد بعملية الاغتيال والمطالبة بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. هذه مناسبة معنا باش ندعو مرة أخرى أن أعضاء مجلس النواب الشعب يراجعوا أنفسهم بعد الجريمة هذه، يراجعوا أنفسهم بسن القانون يجرم التطبيع مع العدو الصهيوني. حراك جهة تطوين الاحتجاجي على عملية الاغتيال من المنتظر أن يشمل أيضا ندوات ومسيرات احتجاجية ونصب خيمة عزاء والمشاركة في المسيرة الوطنية المنتظرة في مدينة صفاقس. وقد قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم عقد جلسة عامة طارئة بعد غد الجمعة ستخصص لعملية اغتيال المواطن التونسي محمد الزواري في صفاقس. وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس منجي الحرباوي في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أن الجلسة التي ستكون علنية سيتم خلالها الاستماع إلى كل من وزيري الداخلية والشؤون الخارجية حول حيثيات الملف ومستجداته، مشيرا إلى أن عقد الجلسة العامة جاء على إثر الطلب الذي تقدمت به أربع من كتل برلمانية وهي النهضة ونداء تونس والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية. بدعوة من المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، نظم عدد من القضاة من مختلف محاكم الجمهورية مسيرة انطلقت من أمام مقر الجمعية بالمحكمة الابتدائية بتونس في اتجاه قصر الحكومة بالقصبة. التحرك يأتي على خلفية ما اعتبره القضاة محاولات للانحراف بمسار تركيز المجلس الأعلى للقضاة، مسيرة رفعت خلالها شعارات عدة تدعو في مجملها الحكومة بالإسراع في إصدار أوامر تسمية القضاة الساميين حتى تكتمل تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتكون بمقتضى ذلك الدعوة لاجتماع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سليمة طبق القانون والدستور. المطالب اليوم هو أن السيد رئيس الحكومة يمضي على أوامر تسمية القضاة السامين باش يكتمل المجلس الأعلى للقضاء وباش ينجم أن ينعقد انعقاد يعني مطابق للقانون وللدستور، لأنه للأسف الشديد ما لاحظناه أنه امتناع رئيس الحكومة من الإمضاء أعطى غطاء ودعم لجملة من الانحرافات يعني انطلقت ويعني وتجسمت. يوم أداء اليمين بمجلس أعلى القضاء منقوص، غايب فيه رأس ورمز السلطة القضائية في تونس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في إهانة للسلطة القضائية في ذلك المشهد. نظمت إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية الأيام العشرين لحفظ الصحة حول التغيرات المناخية والصحة. وقد تضمن برنامج هذه التظاهرة محاضرات ومداخلات وورشات عمل حول التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، ويهدف منظموها بالأساس إلى تقديم مقترحات للمساهمة في دعم التوجهات الوطنية لتعزيز مراقبة التأثيرات المناخية على الصحة. مواكبة أهم المستجدات والأبحاث في مجال التغيرات المناخية والتعريف بالاستراتيجيات والبرامج في مجال التصرف في المخاطر الصحية المرتبطة بالتغيرات المناخية من أبرز ما تضمنه برنامج الأيام الوطنية لحفظ الصحة حول التغيرات المناخية والصحة في نسختها العشرين. التغيرات المناخية وعلاقتها بالصحة هي عن طريق تنجم تكون عن طريق التأثيرات السلبية على المياه وعلى الحشرات وكذلك على المواد الغذائية، بالتالي على تونس أنها تأخذ كل الإجراءات وكل الاحتياطات باش نحمي الصحة العامة. ووفق دراسة لمنظمة الصحة العالمية فإن 2.4% من حالات الإسهال و2% من حالات الإصابة بحمى المستنقعات في العالم تعود إلى ظاهرة التغيرات المناخية، مما استوجب وفق المشاركين في هذه التظاهرة التشديد على ضرورة تعزيز القدرات الوطنية في مجال التصرف في المخاطر الصحية المرتبطة بالتغيرات المناخية. بالنسبة للأشياء الممكن أن نتخذها لسوسيتي المجتمعات ولا الدولة بصفة عامة هو خاصة حسن تصرف الموارد المائية، التخفيف من الاستهلاك لمجابهة التغيرات المناخية، تكثيف المراقبة لجميع أنواع الأخطار الممكنة. ثاني حاجة هي
تكوين العاملين في القطاع باش يكثروا من الرقابة متاعهم وباش يقدروا نعطيهم الوسائل زادها للمراقبة من مخابر إلى آخره. ثالث حاجة تثقيف المواطنين يعني لأنه عندهم دور كبير. ويبقى رهان التحكم في المخاطر الصحية لظاهرة التغيرات المناخية مطروحا أمام كل بلدان العالم، ما يتطلب وفق المشاركين في هذه التظاهرة تدعيم القطاع الصحي وتعزيز القدرة على التعامل مع الطوارئ وتطوير البحوث الخاصة بحماية الصحة. الملتقى الجهوي للطب المدرسي والجامعي بسوسة مثل مناسبة للتعريف بمختلف الهياكل المختصة في مرافقة التلميذ والطالب في حياته المدرسية والجامعية في كل ما يهم المسائل الصحية النفسية وأيضا الاجتماعية وتقريب الخدمات من مستحقها. 10 خليات مرافقة التلميذ تم تركيزها ببعض المؤسسات التعليمية بولاية سوسة، تؤمنها فرق متعددة الاختصاصات للإصغاء والإرشاد والتوجيه والتدخل الاجتماعي والصحي والنفسي. كل ما يتعلق بالصعوبات المدرسية أو يتعلق بالانقطاع أو يتعلق بالمشاكل الاجتماعية التي تعيق التلميذ في تحصيل المعرفة تدرس في إطار هذه الخلايا التي نحن بصدد تركيزها داخل المؤسسة التربوية. بين هذه الأطراف يعني يدخل الأخصائي الاجتماعي، يدخل الأخصائي النفساني تابع المندوبية الجهوية للتربية، يدخل الإطار التربوي الذي يباشر هذه الخلية. وتهدف هذه الخليات إلى الوقاية من عوامل سوء التكيف المدرسي والوقاية من الأمراض والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر ومساعدة التلاميذ من أبناء العائلات المعوزة. بالنسبة للتلميذ في ذاته أحيانا يبدأ محتاج أدوات مدرسية في العودة المدرسية، لباس، دواء، ساعات عائلته تعجز حتى توفره له شهادة نقل يعني بطاقة النقل. مشاكل أخرى، مشاكل عائلية، فما طفولة مهدد، فما طفل جانح، فما تفكك الأسري، نحاول أن نرجع الأمور إلى نصابها. إلى جانب التعريف بخلية مرافقة التلميذ بالملتقى الجهوي للطب المدرسي والجامعي، تم التطرق أيضا إلى موضوع التلقيح بالمدارس والجامعات. احنا قاعدين توا أكثر حاجة ركزوا عليها الإحاطة النفسية، نفهموهم مش نعملوا لهم، يدخل بالصغير بالصغير معناها كل صغير وحده علاش مش مارس زميله، دونك هذو أمور مضاعفات وتبين كونه في آخر المجال ما فما حتى شيء، كلها أمور نفسية. ويبقى التعاون بين قطاعات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية سيد الموقف لتنمية مهارات التلاميذ والارتقاء بالعادات الصحية لديهم ولدى المحيطين بهم. دائما في الملف الصحي والوجهة إلى بنجردان، أين تعمل مختلف الأطراف المتدخلة على دعم عمل مراكز التربية المختصة للأطفال من خلال التكوين المستمر للإطارات التربوية وتذليل العقبات التقنية أو المعرفية التي يمكن أن تحد من نجاعة تدخلهم وتعاملهم مع الأطفال المعنيين. تواجه مراكز التربية المختصة إشكالية على مستوى الإشارة والتنطيق خاصة للأطفال الذين يعانون الصمم. وهذا تكوين للإطارات متاعنا العاملة في مراكز كيفاش تهتم بالأطفال في كامل تراب الجمهورية اللي جايين من الفروع الكل كامل تراب الجمهورية، وباش معنا ياخذوا المعلومة الصحيحة للعناية بأطفالنا منذ الولادة من كشف المبكر على الصمم إلى حين الدراسة والتكوين والتشغيل. رغم اللي ولا تم مختصين في لغة إشارات لكن ما همش معتمدين بصفة واضحة في الجمعيات الخاصة بالسم في الإدارات في المؤسسات. صحيح ثم بعض الوزارات كما وزارة العدل بدأت تأخذ في مترجمين في لغة الإشارات لكن ما زال حضورهم ما هوش واضح بصفة. وحتى لا تتعمق حالة الصمم بالنسبة للطفل وجب عرضه على الطبيب وإمكانية علاجه بصفة مبكرة واردة مع تطور الوسائل الطبية لذلك. وأهم حاجة هي الكشف المبكر بالطبيعة، ماذا بينا على برنامج قومي للكشف المبكر على الصمم باش تبدا العلاج يبدا على بكري قبل ما تبدا فما دي معناتها مضاعفات اخرى على معناتها تاخير في النطق تاخير في التعليم. الحمد لله واخيرا يعني وصلتنا في بنجردان آلة الكشف المبكر عن الصمم. الحمد لله الآلة هذه تمكننا من الكشف عن الصمم منذ بعد 24 ساعة من الولادة، ولكن راني ما نجمش نكفي يعني
الصغار الكل، ماذا بينا يعني تكون آلة هذه في كل معتمدين. لابد من وزارة الصحة خاصة أن تلتفت لأبنائنا وتوفر لنا أعوان التنطيق. الطفل الأصم وحتى لا يكون كذلك وجب معالجته بمختلف الوسائل الطبية المتوفرة، وإن أصيب به وجب توفر لغة الإشارة لتحقيق عملية التواصل بينه وبين الآخر. إلى منطقة الخروب بمعتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين وصلت اليوم قافلة مساعدات في حركة تضامنية مع أهل الجهة ومساندة رمزية للعائلة التي راحت ضحية سقوط الكوخ السبت الفارط جراء تهطل الأمطار الغزيرة. القافلة نظمتها جمعية صوت الشباب وتضمنت مواد غذائية وأغطية وملابس صوفية لمساعدة أهالي منطقة الخروب على مجابهة قساوة برودة الطقس. الحاجة الوحيدة نجم ولايك تصدمنا بالحق صدمة كبيرة باللي كنا نتصور ونحن نحضروا في القافلة، ما تصورناش باش نقول وضع هذايا. الثورة التونسية جت من أجل الناس هذي، ظهر لي لازمنا نعاودوا نخموا من الأول وجديد في التمييز الإيجابي. إذا التمييز الإيجابي ما وصلش للناس هذي لليوم وقتاش باش يوصل له؟ اخترنا جهة قصرين معتمدية حاسي الفريد، وشفنا اللي احنا توا في الوضعيه هذه الحاليه اللي صار في الجهه، شفنا الله غالب اللي ما نجموش احنا نشوفوا وضعيات انسانيه كيماكم ما ندخلوش. حاولنا ان احنا نقدموا القدر المستطاع من المساعدات. المساعدات كانت مساعدات متاع مواد غذائية، مجراري، شوية فارش، شوية حوايج، سبابط ديبوت للصغار، الشتاء نعرفوا الشتاء صايبوني لهنا. في جاجيس تتواصل معاناة المواطنين من تدهور البنية التحتية وخاصة منها الطرقات التي باتت تمثل عائقا حقيقيا يزداد تعقيدا مع نزول الأمطار. في معتمدية جرجيس لما تتساقط الأمطار ولو بكميات متوسطة تتكشف حالة الطرقات في مختلف الأحياء والشوارع بمدينة جرجيس وفي مختلف دوائرها البلدية، ما جعل المواطن يتساءل عما تقوم به السلطات المعنية. جرجيس كاملة دورها كلها حفر، حالة لا يرثى لها، وحنا كل عام نجروا بيصلح المقاول اللي يجي يعمل ريحه تراب ويتعدى ديما في الطويل ديما يمشي. ما عادش لا نقدوا ولا نتعدوا ولا نخرجوا من البلاصه هذه، خاصه احنا جماعه القرعه فهمت، يعني كياسات مكسره، اللوناس مسيب عينها، الدنيا كلها مسيبه. تهالك البنيه الاساسيه في الطرقات والشوارع في مختلف احياء معتمديه جرجيس تضرر بشكل كبير، منها اصحاب سيارات التاكسي والنقل الريفي ومستعملي الطريق بشكل دائم. فدينا اني صاحب رخصه نتاع تاكسي، من اللي شريتها وانا نخلص وانا نصلح ونخلص، والتاكسيات كلها تعاني والنقل الريفي كلها ما هناش واحد ما يعنيش في الشيء هذا. خمسة لاسيرونس غادية تعكس الإجراءات كل اللي ذات كل حكومية غادية، بينما نخدم في منطقة بتاع حمادي وبتفاحة حسيان شكربان طرقات كل مكسرة. النيابة الخصوصية لبلدية جرجيس وفي ردها على تساؤلات هؤلاء المواطنين أكدت تخصيصها مبلغا يساوي 100,000 دينار لصيانة عدد من الطرقات والشوارع في معتمدية جرجيس داخل المنطقة البلدية لسنة 2016 لم تصرف إلى هذه اللحظة. بمشاركة عديد الأطراف وضمن جدول أعمال اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بجندوبة، نظم تجهيزة الحماية المدنية عملية بيضاء بهدف الوقوف على مدى جاهزية تدخلاتها أثناء حدوث فيضانات خلال موسم الأمطار. حي الخليج وحي الديامونتا ببوسالم أكثر الأحياء تعرضا للفيضانات كانت مسرحا لهذه العملية البيضاء للحماية المدنية، عملية تهدف إلى الوقوف على استعدادات مختلف الأطراف المتدخلة مع حلول موسم الأمطار. استعدادا لنزول الأمطار ارتأت اللجنة الجهوية تأذن بهذه العملية البيضاء لأولا الوقوف على جاهزية مختلف المتدخلين في عملية مجابهة الكوارث وفي مقدمتهم
تسمى الحماية المدنية والوحدات الأمنية من أمن وطني وحرس وطني، بالإضافة إلى مختلف المتدخلين من الديوان الوطني للتطهير والإدارة الجهوية للتجهيز. العملية سخرت لها جميع الإمكانيات البشرية والمادية وخاصة الوسائل والمعدات المستعملة في النجدة والإنقاذ وتصريف المياه وإجلاء العالقين والمصابين. أخرى قاعدين نحسن في الاستراتيجية، هناك حس من كل الهياكل معناها للوقوف على جاهزية للتحسين المردودية للتحسين كذلك التجهيزات اللي هي الحقيقة معناها لابد أن نتماشى مع الخطر الموجود. إن شاء الله الحقيقة معناها كان ماشيين في خطة ثابتة وإن شاء الله العملية هذه مش تكون متكررة. هذه العملية البيضاء شهدت مشاركة مختلف المصالح الجهوية وجمعية المتطوعين في خدمة الحماية المدنية التي تقوم منذ انبعاثها بمجهودات متميزة لمعاضدة مختلف عمليات وتدخلات الحماية المدنية. حوالي 430 معناها متطوع متحصلين معناها على شهادة في الحماية المدنية، وهم قاعدين يعارضوا في جهود الحماية المدنية يوميا. عندنا ناس معناها متواصلين كل يوم يمشيوا للحماية المدنية يخدموا بالتناوب، معناها كل يوم تلقى 6-7 من الناس موجودين على ذمة الحماية. عملية بيضاء للحماية المدنية كانت أفضل اختبار لمدى جاهزية مصالح اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بجندوبة لتلافي ما من شأنه أن يؤثر على سرعة ونجاعة التدخل عند الاقتضاء. في الشأن الثقافي، إطلالة على مشروع فريد من نوعه رأى النور بمدنين. حوش الفن فضاء جمع الفنانين من شتى الاختصاصات لعرض إبداعاتهم ودعم المشهد الثقافي بالجهة. عندما يمتزج التاريخ بالثقافة وعندما يلتقي مكان عمره حوالي 300 عام بالمغني بالعازف بالمسرحية، فإنه سيخلق إبداعات فنية تزخر بها مدينة مدنين. هذه الإبداعات استقطبها مشروع حوش الفن أو حوش دار كما أراد منظموه تسميته. على مستوى استوديو تسجيل سمعي بصري إن شاء الله يدعمونا في هذا، سيكون تجميع لكل المواهب الشابة. هذا الفضاء بمكوناته المتنوعة تنوع الأشكال الثقافية كان فكرة وحلم مجموعة من الشباب المبدعي، جسدوه على أرض الواقع ليصبح حقيقة ملموسة. نحاول في ظرف عام أن النشاط الثقافي يكون موجود في أغلب لحوم، لأنه تو حلمنا أنه الفن ما عادش محصور في قاعة مسكرة، ما عادش محصور في تلفزة، ما عادش محصور الحوش حوش لما، حلمنا أنه الفن يدخل للديار. المبدعون من الشباب ممن زاروا هذا الفضاء الثقافي سرعان ما جذبهم المكان. خاطر الفضاء ما يلزمش يكون مسكر، ينجم يكون محلول، أما هم يتعدوا وما يشوفوش، يلزمهم يجوا ويشوفوا ويطلعوا ويطوروا منها، خاطر تحسها فضاء للناس الكل. الفضاء هذا جمعنا الكل باش من هنا لقدام باش نبدو الكل هنا نقدموا فيه عروض نبرفوا فيه. أهميتها كبيرة برشا، على خاطر فتحنا برشا أبواب، افتحنا برشا مجالات وبرشا معناها خلانا سباس وين باش نفرغ طاقاتنا. حوش الفن مشروع ثقافي نفذته جمعية عشاق الرقح بمدنين، أرادوا من خلاله الخروج بالثقافة إلى الأحياء الشعبية ومن الأمكنة الكلاسيكية إلى أخرى مغيرة، خاصة وأن هذا المكان يوجد وسط حي شعبي بمدنين يسمى بالحارة. مشروع يرسم عليه أصحابه أمالا كبيرة ليكون ذا إشعاع ثقافي على الجهة. ختام النشرة وهذا التذكير بالعناوين. في المهدية ملف غرق البحارة والمفقودين يطرح مجددا مسألتي تحسين ظروف العمل والتغطية الاجتماعية. الملتقى الجهوي للطب المدرسي والجامعي بسوسة خلايا الإصغاء والإرشاد لتأمين التوازن الصحي والنفسي للتلاميذ. وحوش الفن بمدنين مشروع فريد يمزج بين التاريخ والثقافة من أجل إبراز الإبداعات الفنية الشبابية. نشكر حسن متابعتكم، في أمان الله وإلى اللقاء.